دراستنا وعن التلوث البيئي الذي قد ينتج عن مثل هذه التصرفات التي نقوم بها. نحن نقوم برمي النفايات ومخلفات الاكل التي نقوم باكلها وشربها في شرفات المدرسه وفي فصولنا وفي فنائنا وفي ملعبنا يوميا. اذا حسبنا عددنا في هذه المدرسه وتخلينا لو ان كل طالب وطالبه رمى كيسا واحدا على الارض فهذا يعني اننا كلفنا عاملا مضافا بالكثير والكثير من الانحناءات في اليوم الواحد ليقوم بتوظيف هذه المخلفات. اخي الطالب، هل تستطيع ان تنام او تاكل في مكان فيه نفايات؟ بالطبع لا. اذا انت لا ترضى بهذا التصرف في بيتك فكيف تلقاه في مدرستك؟ نحن لا نطلب منك المستحيل، فقط نطلب منك ان تحافظ على بيئتك التي تعيش فيها وتحافظ على نظافتك الشخصيه ايضا. فالانسان الصالح هو الذي يحافظ على النظام والنظافه، فيجب علينا ان نحرص عليهما، فالنظافه من الايمان.